اخوان، كيف ما كتشوفوا معنا في هذا الفيديو غادي نشوفوا اعاده اصلاح الساعه المنبه او الساعه ديال السرير اللي كتحط بجنب الناموسيه وكتفيقنا في الصباح. فهاد السيد الاخوان يعني هذا صالح يعني الساعات، غادي يعني يورينا من ا حتى زد من الاول حتى الاخر الطريقه كيفاش يدير يصلح هاد المكانه اللي هي طراز قديم. وتحيه لاني الصناع او الناس اللي كيصلحوا يعني الساعات قديمين بحال هادو. شوف معايا الاخوان يعني حلها، حيد هذاك الكادر اول حاجه، كيشدك الكادر حكو هو كيصبغوا الاخوان، صبغوا بهذا اللون الزرق وكيشد يعني الاخوان. شوف مع هاد العيبه هادي وهاد البرودوي اللي كيصوت الاخوان بيه كيحيد الصدى ناضي، معرفتش الصراحه اش من البرودوي هذاك. دابا وصل يعني الارقام ديال الساعه، حيد له دوك لي موري ديالها. شوف معايا الاخوان، شوف يعني اش كيرسم داكشي باللايزر، واش يعني كيعاود يطبع ديك اللوحه ديال الساعه باش عاود يقطع ويلصق عليها على ما اظن، الله اعلم. هي تماما عاود طبع ديك الديزاين ديال الساعه، طبعوها على الاورديناتور وخرجوه الاخوان. ودابا مشى يعني الاخوان المحرك ديال الساعه يعني القلب الساعه. شوف معنا الاخوان قوه الترانزستورات، فالاخوان هاد المسننات هما اللي كيدوروا الساعه وكيشدوا يعني التوقيت ديال ديك ليموري باش كيبقى يتحرك ويوقف. فهاد الشيء الاخوان يعني غريب عجيب، انا اول مره كنشوف يعني شخص كيحل يعني ساعه من وسط، كنشوفوا اجزاء ديال الساعه يعني الاخوان الساعه يعني الالكترونيه، او عفوا ماشي الساعه الالكترونيه بس الساعه يعني التقليديه العاديه. وهو الاخوان يعني كيفيني او كيقاد يعني هذا وداك الموري هذاك واقيلا الاخوان. دوك اللعيبات فاش كيشدو داك المسننات ناضي فيناهم وقدهم ديك لاماشين، يعني كيعاود يحط كل مسنن بلاصتو كيسد. وهاد الخدمة الاخوان هاد الخدمة يعني صعيبة وكتبغي واحد النوع ديال التركيز والدقة، فالشي صغير بزاف الاخوان يعني مخصوش يغلط في ميليم. شوفو الاخوان وركبها بلاصتها هو كيسد عليها من اللور من الظهر الاخوان، صراحة برافو لهاد السيد يزرب عليها. شوفو معايا الاخوان يعني كيصبغ هاد اللعيبات هادو، هادو باقي لهاد هادوك اللي باش كيريقلو للرجين ديالها، الرجين ديالها هادوك، هادو باش كيريقلو اللعيبات من اللور، ديقلو داك لي موري. فهاد الساعة الاخوان معرفتش يعني صراحة سميتها، يقولو كان الساعة الاوتوماتيكية والالكترونية، هاد الساعة كتسمى ساعة تقليدية ولا معرف كيفاش هي ولا يدوية، معرفتش شنو كيقولو لها صراحة. المهم لا يهم، المهم هو انه يعني الاخوان شوفو الخدمة تبارك الله كي دايرة نضا هاد الساعة، يعني شوفو الشكل ديالها كي كان، شوفو كي ولات ردها جديدة، تعرفو عليها عاد مشرية. وصراحة تحية لهذا السيد. الإخوان اللي عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيو معكم باش غيركم يقدر يشوف هذا الشيء، وتحية للجميع.